السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد كان بعت لي سؤال، هل الذكاء الصناعي هيبقى ليه تأثير على العمارة ولا مش هيبقى ليه تأثير؟ طيب أنا عايز أقول لك إن في مرة مرات نزل في 3 دي ماكس، كان أول مرة ينزل أمر ريفولف، فمشاريع التخرج وفي بعض المشاريع الحقيقية اتنفذ فيها الأمر دوت لمجرد التنفيذ، اللي هي يعني عايزين نجرب الموضوع، رغم إن ممكن يكون يعني ما فيهوش أي فايدة بيئية أو فايدة في المبنى، أو يعني هو مجرد ان امر جديد والناس كتيرة كان عاجبها الفكرة ان هم يعملوا العمارة بتكون بتلف حوالين نفسها. فده من ضمن التأثيرات. برضو مثلا الراينو كان شغل البروباتيك ده الناس كتير عجبها جدا، فبدأت الناس تشتغل بيه. البيم لما صدر عمل طفرة كبيرة جدا في قطاع البناء، لا يستطيع احد ان هو ينكرها. الذكاء الصناعي موجود فعلا بشكل رهيب. هنبدأ نشوف مع بعض التولز اللي موجودة اللي فعلا هتخليك يعني القواعد اللعبة تتغير. عارف الفيفا مثلا لما تقول لك انتوا بتلعبوا 11 لاعب، لا هنخليهم 15 مثلا، فكل حاجة اتغيرت. او يعني تقول لك مثلا ما ينفعش تلمس الكورة او ما تلمس الكورة، او ما انا ما بفهمش في الكورة، بس يعني القواعد اللعبة اتغيرت. مثلا هنبدأ نشوف مثلا الشات جي بي تي فعلا بيفرق كتير جدا معانا. بيفرق كتير ازاي؟ في سؤال انت عايز تساله، بدل ما بتدور عليه بتخش تساله. تمام، يعني انا سالت السؤال دوت فقال لك ان انت ممكن تحسن تصميم البناء بالذكاء الصناعي. ممكن يكون في مثلا اكتر من محاكاه عايز تعملها، فتستخدم ادوات الذكاء الصناعي ان هو يعمل لك عدد كبير ويقارن بينهم ويختار افضل حاجه. ممكن تكون في ماتيريال كتير عايز تجربها، فهو يبدا يجرب لك ويديك افضل حاجه. ممكن يساعدك، او ممكن القوانين نفسها، يعني ممكن تقول له والله هل المبنى ده مطابق للقوانين ولا لا، فيبدا ان هو يعمله لك. وده انا شفته اصلا في برامج قديمه جدا، يعني مش لسه السنه دي او السنه اللي فاتت، لا بقى لها 10 سنين. ممكن يقول لك الكود مثلا بتاع الحريق انت مش واخد بالك منه، بتشترط مثلا 30 متر بين سلم الاول وسلم تاني، او يقول لك النوافذ مثلا لازم تكبر او كده. ففي برامج مثلا بتديك ان مثلا المسافات بين السبرينكلر والسبرينكلر مش مطابقه للـ NFPA. فممكن فعلا ممكن نتيجه ان المشاريع معقده ما كنتش تاخد بالك من تفصيله معينه، هو يبدا ينبهك ليها. وده يحتاج ان احنا ندخل الاكواد اللي هي مثلا مصر والسعوديه وهكذا تبقى موجوده، لان هو العادي ان هو بيدخل الكود الامريكي والبريطاني وممكن كم كود مثلا في اوروبا، لكن الاكواد العربيه هو مش هيدخلها، فمحتاجين ان احنا ندخلها. يعني تخيل ان انت مثلا بتساله على قضيه معينه، فهو اكيد هيجاوب بالقانون الامريكي لان هو الناس دخلت القانون الامريكي، مش هيجاوب بالقانون المصري او هيفتي في القانون المصري لانه ما عندوش، محتاج الناس انها تبدا تدخل. انا بستخدمه في ايه؟ في الشات جي بي تي مثلا. كان عندي شغال في مشروع ليه تصميم هندي، فبساله كتير في التصميم الهندي لان ما عنديش الخبره الكافيه في التصاميم الهنديه، ببدا اساله فيها. في مثلا محتاج حاجه معينه بس بعملها كل اسبوع مره، اللي هو الباك اب والحاجات دي، قلت له اكتب لي كود للموضوع دوت، فكتب لي كود. البرمجه انا مش قوي في البرمجه، فبس فاهم الاساسيات، فبطلبها منه يبدا ان هو يعمل لي كود اللي يسهل لي الحاجه دي. ممكن اقول له اعمل لي كود مثلا بالبايثون يشتغل جوه الداينامو يعمل لي حاجه معينه وهكذا. تمام، فشات جي بي تي من اقوى الادوات اللي ممكن تفيدك في الشغل بتاعك. طيب تعال نشوف برضو الميد جورني. الميد جورني بتقول له اعمل لي تصميم معين يروح اعمله لك في ثواني، حاجه بالتفصيله زي كده دي ممكن الواحد يطلع عينيه فيها. تمام، انا مجرد قلت له انا عايز بيت عربي مثلا، تمام، فطلع لي دي، وممكن تدي له تفاصيل اكتر يطلع لك حاجات اكتر بكتير. دي الحاجه ممتازه جدا. فالميد جورني من اقوى الادوات، يعني مش هقول لك ان انت تاخد حاجه كوبي بيست وتحطها، لكن بيعمل لك تغذيه بصريه في حاجات معينه. ممكن تقول له مثلا عايز تصمم حضانه ومش في دماغك افكار معينه، تقول له صمم لي تصميم حضانه وانت تبدا تختار منها الافضل او تاخد منها افكار وتصمم انت بنفسك زي ما انت عايز. لكن هو فعلا اداء يعني في طفره كبيره جدا في موضوع الذكاء الصناعي ده. 3D GURU.AI ده برضو من ضمن الادوات اللي بتستخدم الذكاء الصناعي في ان انت تعمل تصميم بشكل، تقول له مثلا عايز الماتيريال تبقى وود مثلا فيبدا يحطها لك بالشكل دوت. فبتستخدم
بتكتب وهو يعمل لك التصميم بتاعك، وده من ضمن الادوات القويه جدا ان شاء الله انا بشرحها في بيم اريبيا بالتفصيل. تمام، بتقول له مثلا عايز ليفنج روم وفيها تفصيل كذا كذا، يبدا ان هو يعملها لك. ممكن تديله تصميم معين وهو يعدل لك عليها، يعني حاجات رهيبه جدا. شفت مجرد ان هو كتب كلر، كتب الفلور يبقى خشب وهكذا، بتعمل كل الكلام ده، حاجه فوق الخيال. ده موقع اسمه سوبر ريزوليوشن اي بي اي، بتديله اي صوره يبدا يجيب لك تفاصيل التفاصيل، ويعني ممكن يكون مش باقي واضحه خالص في صوره، هو بيبدا ان هو يحط لك التفاصيل نفسها. ده موقع مثلا اسمه فاير فلاي، ده تبع شركه ادوب، ده هيبقى موجود في الفوتوشوب، ان انت بتقول له اعمل لي الحاجه، تقول له مثلا تكست تو ايمج يكونها لك، تدي له تكست معين هو يعمل لك المؤثرات. في حاجات كتيره جدا، تطور رهيب هيحصل في الصور الفتره اللي جايه ديت. تمام، كل الادوات دي تقدر تستخدمها على الموقع اونلاين، وهتلاقيها قريب جدا موجوده في الفوتوشوب، ممكن اصلا تلاقيها نزلت اثناء ما تتفرج على الفيديو. تمام، ممكن تحول صوره 3 دي او 3 دي لايمج، كل الكلام ده بسهوله جدا بيحصل زي ما انت شايف. فدي تولز قويه جدا موجوده دلوقتي تقدر ان انت تستخدمها. في مثلا كوف دوت تول، ده لما تدخل على برودكت بتلاقي في حاجات خاصه بالدروينج دوت تول، عشان تسهل عليك ان انت تعمل الديزاين بتاعك 3 دي، ويبقى في اناليسيس، في اناليسيس تول، في حاجات خاصه بحساب الكميات، في حاجات خاصه باللود موديلنج اللي هي حسابات التكييف، كل ده بالذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف اهوت. بيبقى سهل جدا ان انت تعمل التصميم بتاعك وتشوفه 3 دي، وميزه ان هو بتقدر تعمل تصدير للاوبجكت والاي دي اف والجي بي اكس ام ال وفورمات كتير جدا، فتقدر تكمل الشغل على البرامج الاخرى. فالقواعد الشغل بتاعتنا بدات انها تختلف، وده مش معناه ان يعني الريفت والسكتش اب هيقعوا، لا بالعكس، ده هما هيستفادوا من التولز ديت. فزي ما بقول لك قواعد اللعبه بتختلف تماما. في مزايا كتيره بتبقى موجوده دلوقتي في البرامج، ودي كلها ان شاء الله تبقى موجوده في البرامج اللي انت بتعود عليها. ده برنامج اخر او موقع اخر اسمه ميكيت دوت اي اي، هقول له ان انا عايز ارفع ملف معين صوره، خلينا نرفعه من الداونلودز اهو. اقول له كرييت، فبيقول لي اضيف غرف اد روم، تقدر تضيف الغرف اللي انت عايزها بالشكل دوت، كم غرفه في الروم والاكس والواي بتاعتها قد ايه زي ما انت عايز، عددهم قد ايه، النكست تو يعني مرتبطه بأنهي غرفه. تمام، او ممكن تقول له سيت برايس مي، هو بقى يعمل لك التصميم زي ما هو عايز، وان غرفه اللي قبل ان غرفه وهكذا، وتقول له كرييت ديزاين. تخيل مدى السهوله ومدى الروعه. فبيبدا يجيب لك اكتر من تصميم، تقدر تختار اللي انت عايزه وتقدر تعدل فيهم، وتقدر ان انت يعني خلاص انت اخدت الافكار وتقدر انت تطور فيها، فهو بيختصر لك حاجات كتيره جدا من الوقت بتاع الشغل. تمام، كولابريشن، تقدر تضيف ناس وتبداوا تتعاملوا مع بعض، فدي من ضمن الافكار القويه. حاجه برضو تانيه ARKDesign.AI، ده بيعمل لك اوبتمايز للفلور بلان بسرعه وبتاثير جميل زي ما انت شايف. برضو الموضوع سهل جدا وبسيط، يعني انت كانك قاعد مع مهندس مثلا عندك وتقول له اعمل لي كذا كذا كذا، وفي الاخر بيطلعها لك ثلاثي الابعاد، وتقدر تعمل المحاكاة اللي انت عايزها بحيث تتأكد ان الشغل بتاعك هيكون مطابق للمواصفات ومطابق للشروط بتاعة الاستدامة، وهيكون up to code، متطور ومطابق للكود. الموضوع سهل بسيط، انت بس ايه بتشوف ايه المبنى اللي انت عايزه، تقدر تعمل اديتور بشكل يعني بسيط، تلاقي المبنى اتعمل عندك وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز.
سكيماتيك سيليكشن والفلور بلان موجود وتقدر تعدل فيه بسهوله جدا وتلاقيه يظهر معاك 3 دي زي ما انت عايز. ده برضو يعني حاجه خطيره جدا احنا مش شرحناها بكده بالتفصيل، فهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو اللي هو تيست فيت. تمام، بسهوله جدا يعني عندك تصميم وقررت ان انت تلغي غرفه، هو اوتوماتيك يظبط لك بقيه الغرف على المساحه دي. عندك مدينه كامله وعايز تلغي مثلا الحديقه الموجوده، هو اوتوماتيك يبدا ان هو يظبط لك المسافات. فيعني عايزين ايه اكتر من كده؟ يعني انت بتعمل تعديل وما بيبصش على الباقي، هو اوتوماتيك بيعمله لك، ترسم طريق هو يبدا ان هو يظبطه لك سواء جوه المبنى او على مستوى المدينه. حاجه خطيره جدا، عشان ما اطولش عليكم هسيب لكم الفيديو بتاع الاداه دي اسفل في وصف الفيديو. وطبعا معانا كونكس، ودي من الادوات القويه جدا بتخليك تساعد في التصميم بالذكاء الاصطناعي، حاجه اداه قويه جدا، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. مجرد تحدد المكان وتحدد مثلا انت عايز تعمل ايه، التصميم بتاعك وموجود فين، يبدا بقى يشوف التصميم بتاعه وبالذكاء الاصطناعي بيحدد لك التصميم الفيلا بتاعتك هتبقى عامله ازاي. معانا برضو ماجيك ان، ده برضو بيقدر يعمل تصميم حلو جدا للصور وتقدر تسطبه على فيجما، ده من ضمن البرامج القويه بس انا ما بستخدموش الصراحه. تقدر تعمل تكست تو ايكون، تديله نص هو يعمل لك الايكون، او تكست تو ايمج. تمام، وعلى قناه بمعرفة كنا لسه رافعين فيديو عن افضل المواقع اللي تساعدك في التصميم اللي هي زي الميد جورني وهكذا، ده من ضمن المواقع الكويسه. والموقع ده برضو من المواقع الممتازه جدا بالذكاء الاصطناعي، حاجه مبهره الصراحه، شرحناه في كذا فيديو فهحاول اسيب لكم الروابط اسفل الفيديو. مثلا تقول له اعمل سبيس بلانينج، مش مجرد بس بيعملها، لا ده بيديك حاجات كتيرة جدا في الاناليسيس بشكل يعني تحس ان انت شغال مع 20 برنامج مرة واحدة. تمام، بيسألني انت شغال بالريفت موديل ولا شغال بايه، نيكست. زي ما انت شايف في اختيارات كتيرة جدا، تقدر تختار المكان وبعد كده تختار التصميم وبعد كده تعمل اناليسيس زي ما انت عايز اهو بالشكل دوت. تقدر تقول له مثلا عايز تصميم فين، طب انا عندي المواصفات بتاعته و و و الحاجات دي كلها، هسيب لكم لان شرحناه اكتر من مره. بس تقدر تقول له مثلا انفلوب باي سكتش، تقول له ادي يعمل لك، طب انا عايز اعمل زون دايجرام، طب انا عايز اعمل كور باي ليفل. كل الحاجات دي تقدر تعملها من خلال اونلاين من غير ما تسطب اي برامج خالص. في حاجه يعني من ضمن الادوات القويه جدا في الذكاء الصناعي زي ما بقول لك، وخدها مني كلمه، بيغير قواعد التصميم المعماري تماما. يعني احنا زمان عشان يعني لو في تصميم جديد وداخلين مسابقه كنا بنعمل 3 حلول ونبدا نفكر فيهم ونعمل محاكاه وحاجات زي كده، تقريبا كان بياخد اسبوعين ولا حاجه. دلوقتي خلال يوم ممكن تعمل 100 تصميم وال 100 تصميم تقارن بينهم وتختار افضل واحد فيهم، طبعا باستخدام البارامتر والذكاء الاصطناعي فحاجه ممتازه جدا يعني. تمام، حاجة مرعبة مرعبة بحب، يعني ازاي متعرفش.